حياكم وسهلا ويعطيكم الصحة والعافية. خلصنا فعاليتنا والشباب قبل عن نروح عبري قالوا أبو حميد كأنها خلصت غرشة العسل وبايسوه كأنه قيمات باكر. أبو أسعد بتعزمنا على القيمات باكر. تمام أبو حميد. ها وغرشة العسل خلصت. لكن أحب أقول لك هذه مسقط ولا يمر النحلة الذهبية غلطان. غلطان. عندي معروض طيبة. صحيح. والعسل أنواع. صحيح. وحتى الغراش من العسل أشكال وحلين يعني المحل كله تحفة رائعة. تحفة رائعة صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما عروضهم اللي خبرتكم عنهم المرة الماضية لا زالت موجودة بمناسبة شهر رمضان الكريم. أحط لكم أرقام تلفوناتهم وتواصل معهم اليوم قبل باكر وعرفوا إيش العروض اللي موجودة معاهم. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هي غرشة السدر وغرشة انتهى مسخره ابو بكر مسخره ابو بكر.